رسالتنا إلى طواغيت بني صهيون ومن والاهم. ها قد لبسنا أكفان الموت وتترسنا بحمى الدين وأقسمنا أن نكون جيل التحرير، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، فليس لكم منا إلا السيف والنار، وسيف القدس لن يغمد ولن تعودوا إلى الغلاف.